أهلا بكم. قال القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق إن التوصيف الأبرز للنظام السياسي الحالي في العراق يكاد يكون أنه نظام هجين يجمع بين مفهومي الديمقراطية المعيبة والنظام الاستبدادي، مع أن وصف العيب في ما يسمى بالديمقراطية هو عبارة مخففة أو مخففة نظيرا ما هو واقع فعلا، حيث الاضطرابات تضرب بأطنابها في العراق منذ العام 2003 وحتى اللحظة، وقد أصبحت أمرا واقعا لا يمكن القفز عليها. وأضاف القسم في تقريره الدوري عن الحالة السياسية في العراق أن السوداني رئيس الحكومة الحالية دأب على تكرار التناقض في تصريحاته السياسية وتعارضها مع الواقع المعاش، كإعلانه عن حاجة العراق للتحالف الدولي ووصفه القوات الأمريكية بالقوات الصديقة، مع تأكيده الحاجة إليها في مكافحة ما يسمى الإرهاب، وبين قوله في مؤتمر ميونخ في ألمانيا أننا لسنا بحاجة لهذا التحالف ولا وجود لتنظيم داعش في العراق، ما يعني أن العمليات العسكرية بحسب التقرير في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وغيرها من المحافظات المنكوبة لها أهداف أخرى. وقال التقرير السياسي أن قوى الإطار التنسيق التي فشلت في الانتخابات الأخيرة هي من شكلت الحكومة الحالية في مشهد يقوم فيه الخاسر في الانتخابات بتشكيل الحكومة، ولا يمكن أن يحدث هذا إلا في العملية السياسية القائمة في العراق منذ عقدين. وأشار التقرير إلى تلاشي شعار قوى الإطار التنسيقي في مناهضة أمريكا، وذلك عبر الاستقبال الحميم للسفيرة الأمريكية في بغداد من قبل قيادات هذا الإطار، وغض النظر عن طريقة عمل السفيرة الأمريكية وتدخلاتها الواضحة في عمل الحكومة. تقرير القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الحالة السياسية هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة الآتية: كيف جمع النظام السياسي الحالي في العراق الذي أقامه الاحتلال الأمريكي عام 2003 بين مفهومي الديمقراطية المعيبة والنظام الاستبدادي؟ ولماذا كرر ويكرر السوداني التناقض والتضارب في تصريحاته السياسية بشأن حاجة العراق للتحالف الدولي وعدم الحاجة لهذا التحالف وعدم وجود تنظيم داعش في العراق؟ وما الأهداف الخفية والمعلنة للعمليات العسكرية المستمرة في المحافظات المنكوبة إذا كان تنظيم داعش قد جثث من العراق كما يقول السوداني وأسلافه؟ ولماذا أعادت الأحزاب الطائفية الفاسدة في العملية السياسية العمل بنظام سانت ليغو الانتخابي من جديد رغم الرفض الشعبي له؟ وأين ذهبت شعارات الإطار التنسيقي عن مناهضة أمريكا والكيان الصهيوني بعد الاستقبالات الحميمة للسفيرة الأمريكية في بغداد من قبل قوى الإطار التنسيقي؟ ضيوف الطاولة: قحطان الخفاجي وحارث الأزدي وأيمن العاني.
أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في التقرير السياسي للقسم السياسي أو التقرير الدوري للقسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الحالة السياسية في العراق. ضيوف الطاولة سيكون معنا الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، وأيضا الدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، وأيضا الأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في هيئة علماء المسلمين، وكلاهما عبر سكايب من عمان. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا دكتور قحطان ويانا. طيب، إذن إلى أن يلتحق بنا دكتور قحطان الخفاجي نتوجه إلى عمان فنسأل ضيفنا الأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة والإعلام في الهيئة. مساء الخير أستاذ حارث. مساء النور، مرحبا بكم. التقرير الحقيقة قدم توصيفا كأنه جديد، قال إن النظام السياسي في العراق نظام هجين يجمع بين الديمقراطية المعيبة، وأردف طبعا لاحقا وقال أن معيبة عبارة مخففة عن واقع مرير في العراق، بين ديمقراطية معيبة أو مشوهة وبين نظام استبدادي. كيف جمع هذا النظام أو استطاع أن يجمع بين هاتين الصفتين؟ نعم، تحية لك أستاذ ماجد ولضيوفك الكرام. أقول بداية، الديمقراطية المصدرة من قبل أمريكا إلى العراق هي أكذوبة لا يصدقها عاقل. جاءت بأسوأ أنواع الديمقراطيات في العالم. هناك يعني ثلاث أنواع من الديمقراطيات، هي جاءت بأسوأها التي تعتمد على أسس المحاصصة الطائفية والعرقية في سبيل تشظي المجتمع وتمزيقه وتصفيره. المحاصصة التي بدأها بول بريمر عند لقائه في ممثلي الأحزاب وإعلانه مجلس الحكم هي التي وصفت هذا النظام المسمى ديمقراطيا جزافا بأنه أكذوبة لا يمكن تصديقها، وقسمت الشعب على أساس طائفي وعرقي. بل أدهى أن هذا التقسيم الطائفي لم يكن وفق نظام ممكن للمتابع أو للقارئ أو للمحلل السياسي أن يفهمه، فهي اعتمدت مرة أسلوب التقسيم الطائفي يعني على مسألة المذهب، ومرة تعتمده على أساس الدين، وأخرى تعتمده على أساس العرق. فهي توليفة من نقائض ومتناقضات جمعتها أمريكا لتصدرها إلى العالم عبر تجربتها في العراق، التي قالت أنها سوف تحتذى في المنطقة، فإذا بنا بعد 20 عاما نصل إلى الديمقراطية الحقيقية التي جاءت بها أمريكا، وهي وصف الهجين. نعم، لقد أحسن التقرير وصف هذا النظام بالهجين، لأنه بالحقيقة الهجين هو عبارة عن تمازج عنصرين مختلفين. فما جاءت به أمريكا جاءت بأسوأ أنواع الديمقراطيات، ومزجتها بالأسلوب الاستبدادي القسري المرغم، بل جعلت العملية السياسية بمثابة عقيدة من يناهضها أو يكفر بها أو يبين معايبها يكون خارج المعادلة السياسية ويكون مدان ويكون مطارد وما إلى ذلك. فأصبحت هذه العملية السياسية التي جاءت بها أمريكا وبهذا النظام الذي جمع بين ديمقراطية اسما لا مضمونا، وأسلوب استبدادي غير قائم على أسس حتى الاستبدادية. نعم. الاستبداد أن تتصدر هذه المجموعة وهذا الحزب. خلينا نحيل هذا الشق. أشكرك. نحيل هذا الشق إلى ضيفنا يعني الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية. مساء الخير دكتور قحطان. الخيرات والبركات، حياك الله أخي العزيز. أهلا وسهلا دكتور. يتحدث الحقيقة عن التوصيف أنه النظام السياسي يجمع أو نظام هجين يجمع بين ديمقراطية مشوهة أو معيبة، وهذا قد يكون مفهوم، وأيضا يقول بين الاستبداد النظام الاستبداد أو الاستبداد السياسي.
ما هي ملامح الاستبداد الشق الثاني من التوصيف لهذا النظام؟ ما هي ملامحه؟ إذا كان الديمقراطية المشوهة الهجينة التي جاء بها محتل هي أول دلالات الهجينة. اثنين، الاستبداد الذي يستنبط من خلال الممارسة الخاطئة للعملية السياسية هي الدكتاتورية داخل الديمقراطية، والدليل على ذلك أن القوى السياسية جلها هي وراثية التوريث. نرى أن الصدر إلى 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 أصله والحكيم إلى كذا، والكرد البرزاني حصرا في بيت البرزاني. إذا حتى هذه الديمقراطية من حيث شكلها ومحل دعائها هم بعيدون عنها بعد السماء والأرض. واحد. اثنين، الاستبداد يبدو أو يطبق من خلال استخدام القوة المفرطة غير القانونية، وهذا يتمثل الآن في العملية السياسية من خلال الفصائل المسلحة التي تفرض ذاتها على العملية السياسية وعلى القوى السياسية. الشيء الآخر، القرارات المجحفة التي تأخذ الجميع بجريرة خطأ مفترض أو خطأ. عنده مشكلة بالصوت يا دكتور قحطان؟ طيب، فقدنا الاتصال مع دكتور قحطان. نرحب بضيفنا من عمان، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، دكتور أيمن. دكتور، أهلا وسهلا. حياك الله أخي الكريم، وتحية لضيوفك الكرام. طبعا التقرير تطرق إلى عدة جوانب وأبعاد، نعم، وأبعاد كثيرة، سياسية وأمنية وخدمية واقتصادية وطبعا حقوقية. الجانب الحقوقي راح نناقشه ويا ضيفنا من عمان الدكتور أيمن. دكتور أيمن، إذا كان تنظيم داعش قد انتهى وأعلن النصر عليه في حكومة العبادي، وكرر الحقيقة السوداني، قال إن تنظيم داعش قد انتهى من العراق، إذا لماذا هذه العمليات العسكرية المستمرة في المحافظات المنكوبة السنية من قبل القوات الحكومية، من قبل الميليشيات وبقية التشكيلات على اختلاف مسمياتها؟ ما الأهداف الخفية المعلنة لمكافحة الإرهاب الخفية؟ ما هي الأهداف الخفية؟ نعم سيدي الكريم، حقيقة هذا الموضوع طبعا يعني الأهداف وراء ما يعني ما يزعم أنها مكافحة للإرهاب في العراق، في المناطق المعلومة في محافظات منكوبة جرى تدميرها وجرى تهجير أهلها، هذا كله حقيقة أمر مخطط له، والأهداف طبعا تخص جهتين. هذه الجهتان، الأولى من يمسك بخيوط هذه الحكومة والتي وسابقاتها، وهو بعد إحداث التغيير الديمغرافي وتغيير التركيبة السكانية في مناطق معلومة وفي محافظات معروفة، وحقيقة مراحل متعددة ومختلفة لتنفيذ مخطط التغيير الديمغرافي في العراق بشكل منهج ومدروس وجاري التنفيذ حتى هذه اللحظة طبعا. والأهداف الأخرى حقيقة من يخص الذين ينفذون هذا المخطط، تعود لهم هذه العمليات طبعا، يستولون على الأراضي، يستولون على ممتلكات الناس، يضيقون على الأهالي، يأخذون ممتلكاتهم، فهذا كله حقيقة هو السبب الرئيس وراء استمرار عمليات ما يسمى مكافحة الإرهاب في العراق، لأنها لا يمكن أن تكون محصورة بمناطق معينة دون غيرها إن كان الهدف منها ذلك. ومع ذلك نحن شهدنا من 2017 وحتى اليوم مشاكل كثيرة ويعني استباحة واسعة للميليشيات لهذه المناطق بشكل يعني حقيقة مقزز. يعني اليوم لا توجد أي محافظة منكوبة خارج سيطرة الميليشيات. القرار الأول والأخير لهذه الميليشيات، يجري عملية ابتزاز مالي واسعة من قبل هذه الميليشيات لأهالي المحافظات، والتقارير على ذلك حقيقة كثيرة جداً من ناحية مثلا في محافظة نينوى، في محافظة الأنبار، في محافظة صلاح الدين،
يعني حتى في محافظة التأميم، في محافظات ديالى، طبعا أكيد هذا لا شك لأن ديالى لها السبق في هذا الموضوع، لكن وحتى شمال بابل والمناطق المعلومة المعروفة التي سيطرت عليها الميليشيات، وتمنع هذه الميليشيات أي جهة حكومية داخل العراق من دخولها. فبالنتيجة طبعا هذه تحولت إلى موارد تمويل لهذه الميليشيات ولبقائها واستمرار، وتمويل الإرهاب نفسه، يعني نفسه. فهذا يعني أنت ماذا تفسر أنه باقية هذه الميليشيات وتتوسع في الأرض و تنفذ ما تريد؟ طبعا المخطط الخارجي يجري تنفيذه لصالح الجهة الخارجية، والأمور الأخرى المتعلقة بالأمور الداخلية وديمومة هذه الميليشيات والتشكيلات والقوات الحكومية المعروفة. دكتور قحطان ويانا؟ نعم معك أخي، حياك دكتور. الله. خلينا نكمل النقطة اللي يعني توقفت بسبب انقطاع الاتصال، وحتى أسألك يعني السؤال اللي بعده. تفضل كمل. حياك الله وآسف للخط القطع. الاستبداد في العراق مركب بشكل، قلنا بدءا من التوظيف أو التسخير اللامنطقي للديمقراطية، إذ جاءت كما قلنا عبر السلاح. اثنين، الديمقراطية الهجينة التي يعتمدوها بعيدة حقيقة عن تطبيقاتهم، إذ طبيعة تكوينات الأحزاب مذهبية طائفية والديمقراطية لا تعرف المذهبية الطائفية. الإدارة الأحزاب هذه بالغالب ما تكون وراثية كما هو في حال برزاني وأولاده وحال الحكيم وجماعته وصدر وأولاده، إذا هي عملية وراثية أكثر ما هي عملية ديمقراطية. كذلك الاستبداد يمثل بطريقة فرض الإرادة عبر أذرع مسلحة للفصائل المسلحة التابعة للأحزاب. الإرادة أيضا أو الاستبداد الدكتاتوري يمثل عبر فرض قوانين غير منطقية كالاجتثاث وما سواها، التي تأخذ الأمور على شكل شخصي انتقائي. أيضا الاستبداد يمثل من خلال القرارات اللامنطقية المعتمدة أو الإساءة إلى أي ممارسة معينة، ويسوج عملية الرشاوي وفرض الأتاوات، كلها تأتي ضمن عملية نظام مستبد إن كان بدالته الرسمية أو بدلات التطبيقية للأحزاب السياسية. إذا نحن وفي وضع عراقي الآن متردي لهذه الدرجة، لأن كل شيء فيه مخالف إلى الواقع. عليه نقول هذا الاستبداد إن لم يكن هناك تغيير تعديل حقيقي في آلية العملية السياسية وضعها المحتل، وهي أيضا حالة أخرى للاستبداد، لأن هناك محتل يضع آلية ويفرض على الآخرين اعتمادها بالآلية الخاطئة، كلها يدل على استبداد. لذلك فعلا التشخيص جاء دقيق، ديمقراطية هجينة واستبداد لا مثيل له في العالم هو الذي يحكم الآن العراق. لذلك نرى العراق الآن هو أسوأ بلد بالعالم، والقوى المتنفذة المستبدة تمتلك الأموال الطائلة والمصالح المتنوعة، وبالمقابل المواطن يئن وحياته في مأساة كما هو معروف، قلنا أسوأ بلد في العالم. إذن هذه دلالات الاستبداد وهذه أقل دلالات الاستبداد. نعم الأستاذ حارث، الحقيقة سجل التقرير جملة تناقضات أو تصريحات متناقضة ومتضاربة ومتعارضة للسوداني. قال أن العراق بحاجة إلى التحالف الدولي، ووصف القوات الأمريكية أنها صديقة. في مرة أخرى وفي مناسبة أخرى قال نحن لسنا بحاجة للتحالف الدولي، وداعش قد انتهى من العراق، وبالتالي فلم يعد داعش مهددا للأمن في العراق. هذا التضارب أو التناقض في هذه التصريحات بما يفسر؟ حقيقة التصريحات السياسية والإعلامية في غالبها في مثل هكذا أنظمة هجينة حقيقة هي للاستهلاك الإعلامي. ومثل ما هو معلوم في علم السياسة والإعلام أن الأخبار والتصريحات ثلاثة، يعني على ثلاثة أصناف.
أولها للاستهلاك الإعلامي كما هو دارج الآن في الحالة العراقية، والنوع الثاني هو للتضليل بأن يعني تعلن شيء ثم تنفذ شيئا آخر، والصنف الثالث هو الإلهاء، عملية إلهاء، أن تصرح بتصريح يعني مثير للجدل فيجعل الشعب يتفاعل معه وأنت تنفذ المخطط الذي تريد. فهكذا تصريحات هو مدروسة ومعلومة، وليست هي من عنديات أمراء الطوائف أو المتسيدين أو المتسلطين في الحكم. الحقيقة هي كل ما يجري في العراق في المشهد العراقي هي عملية مخادعة للشعب بتصريحات وإعلانات، يعني مشاريع وهمية، برامج شكل مبهر لكن مضمون لا يوجد. ولو تتبعنا هذه التصريحات لكان العراق، لو نفذ 10% منها لكان العراق الآن في مصاف الدول المتقدمة، لكن هي الحقيقة هي عملية للإلهاء وعملية استهلاك إعلامي لا أكثر ولا أقل. المفارقة أستاذ حرب، اسمعني في هذه النقطة، قضية الإلهاء، المفارقة أن هذه التصريحات لا صدى لها، لا مصغين لها. الحقيقة الرأي العام يعني وهذا واقع، وهناك مؤشرات 90% ما عاد يتفاعل مع هذه التصريحات ولا يأخذه على محمل الجد. إذا كان هذا الرأي العام بهذه الطريقة، إذا لماذا هذا الإسهال من التصريحات؟ نعم، قضية التعامل بندية شكلية مع الأمريكان أو مع إيران هي قضية إعلامية وشو إعلامي لا أكثر ولا أقل. الذين الآن في السلطة محكومون بالإرادة أو الإدارة الأمريكية مع التناغم بالتمدد الإيراني، هذا الذي يكون على أرض الواقع، يعملون بصورة مزدوجة ما بين المشروع الأمريكي وما بين التمدد الإيراني الذي تريد إيران أن تحتل مساحة أخرى، مساحة كانت غير مسموحة لها، فيعملون ما بين هذا وذاك. فإذا مالت الكفة مع الأمريكان فهم مع الأمريكان قطعا، كما أعلن على عدم حاجته للأمريكان في شباط 2023، ثم بعد ذلك رحب بالأمريكان. ومثلها فعل مع الغاز أول ما جاء إلى الحكم وقال سأنهي عملية تبذير وتبديد الغاز العراقي خلال 3 سنوات، وهذه أيضا للشو الإعلامي ولترك بصمة أو لإعطاء مادة للمطبلين والمزمرين لهذه الحكومة كي يقولوا أن هناك منجزا على أرض الواقع. والكارثة أنه يوقع معاهدة للغاز أمدها 5 سنوات مع إيران، إذن كيف سينهي في 3 سنوات وكيف سيكون ذلك الأثر خلال عام؟ سيجد العراقيون أثرا مغايرا خلال عام، ثم بعد ذلك يوقع معاهدة صفقة مع إيران مقابل 5 سنوات. إذن هناك عملية يعني حقيقة هي عملية يعني طرح مشاريع للإلهاء وللتفاعل الإعلامي، لكن ما يجري على الأرض هو للإرادة الأمريكية والإرادة الإيرانية حصرا. أشكرك. إذن مشاهدي الكرام توقف عند هذا الفاصل القصير، ونشاهد هذا التقرير أيضا لبعض النقاط والفقرات التي تضمنها التقرير الدوري الذي أصدره القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق عن الوضع في العراق. نشاهد هذا التقرير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوف حلقة الليلة من طاولة حوار. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في التقرير الدوري
للقسم السياسي لهيئة علماء المسلمين في العراق عن الوضع في العراق. ضيوف الطاولة الدكتور قحطان الخفاجي والدكتور أيمن العاني والأستاذ حارث الأزدي. دكتور أيمن، التقرير تطرق إلى إحصائية لقسم حقوق الإنسان في الهيئة عن عدد الوفيات من المعتقلين في ظل استمرار ما سماه التقرير ظاهرة تصفية المعتقلين في السجون الحكومية العلنية والسجون السرية للميليشيات. هل يمكن أن تشرح أكثر بمعلومات ومعطيات عن هذه الظاهرة الخطيرة؟ أخي الكريم، طبعا هذه الإحصائية متعلقة بحالات الوفيات داخل السجون الحكومية المعلنة. هنا نتحدث عن السجون الحكومية المعلنة حقيقة، هذه أولا. ثانيا، مسألة تصفية المعتقلين هي مسألة حقيقة واسعة، يعني مسألة متكررة، مسألة تحدث بوتيرة عالية طيلة أو طوال السنوات الماضية، بشكل يعني لدينا مجموع مثلا خلال السنوات الخمس الماضية لدينا أكثر من 500 معتقل جرت تصفيته داخل السجون. يزاد على ذلك يعني لدينا الكثير من الحالات، طبعا في المقابل هنالك حالات قتل وإعدام ميداني حال الاعتقال. هذا حقيقة، هذا مسألة أنكى وأمر حقيقة، لأنه من دون حتى تحقيق ومن دون اعتقال ومن دون تقديم للمحاكمة ومن دون أي إجراء يتم تصفية هذا المتهم أو ذاك. ولدينا أيضا خلال السنوات الخمس الماضية ما عدده فاق 1700 حالة قتل خارج القانون وإعدام ميداني. طبعا هذه الحالات رافقت الحملات الدهم والاعتقال أيضا المعلنة، وهنا طبعا أتحدث عن ما يتم إعلانه من قبل وزارتي الدفاع والداخلية. فبالمجمل هذه هي مسألة، طبعا هو هروب من مسألة تنفيذ أحكام الإعدام وتصفية المعتقلين، منهم من مات داخل السجن ومنهم من قتل حال في يعني أثناء عملية المداهمة والاعتقال. فهذا يفسر لنا أنه أو يوضح لنا أو يبين لنا أن هذا الأمر يراد له الاستمرارية، يراد له أن، لأنه طبعا هذا لا يسلط عليه الضوء بشكل أو بآخر، وتكون الحالات يعني هي يعني لا أحد يتناولها إعلاميا سوى قناة أو يعني قناتان يعني بشكل أو يعني بأكثر الأحيان. لكن هذا التكتم الإعلامي على هذه الحالات هي دلالة حقيقة، أيضا دليل آخر على منهجية هذه الحالات ويعني مراد استمراريتها وتصفية المعتقلين داخل السجون. هي عملية ممنهجة وتحدث في أكثر السجون. يعني تخيل لدينا معتقل توفي، هو محكوم ستة أشهر، توفي في أحد السجون الحكومية المعلنة من تحت التعذيب. هذه حالة حقيقة يعني، والآن جاري التحقق منها وجاري البحث عن حيثياتها. فهذا المشكلة، يعني إحنا يعني نحن نتحدث عن مسألة متكررة، مسألة يجري تنفيذها في معظم السجون الحكومية المعلنة، طبعا لا سيما سجن الناصرية المركزي وسجن التاجي وحتى السجون في بغداد مثل سجن الكاظمية. نعم. وغيره. نعم دكتور قحطان، التقرير تطرق أو جاء على مسألة إصرار الأحزاب الطائفية على إعادة ما يسمى بنظام السانت ليغو الانتخابي على الرغم من الرفض الشعبي لهذا القانون.
هذا القانون أو إصرار القوى السياسية على إعادة العمل به، تعتقد أنه عناد سياسي، أنه نكاية بالرفض الشعبي العارم له لتحقيق غايات حزبية لهذه القوى، لذلك غايات انتخابية وحزبية، ولذلك لابد من إعادته؟ هذه صورة أخرى للاستبداد، إذ إعادة هكذا سانت ليغو هكذا قرار بعد أن تم استبعاده على أساس استجابة إلى آراء الجماهير والثوار تشرين. الاستبداد يعني تمادى لدرجة أنه ادعى أن إعادة سانت ليغو هو جزء من عملية إصلاح. هذا هو الاستخفاف الغير طبيعي الذي يدل على أن المستبد ذاته لا يعير أي اهتمام إلى الجماهير. هذا الآلية المعدلة لسانت ليغو تسمح إلى تجاوز الوضع السيء التي مرت به الأحزاب بالانتخابات السيئة الأخيرة التي جعلت منهم في وضع حرج. لذلك أعادوا العملية بسانت ليغو المعدل الذي يسمح للأحزاب المتنفذة الكبيرة المتسلطة أن تفرض وجودها، والأحزاب الجديدة وإن ادعت أنها تسعى للتغيير يتلاشى وجودها، وبالتالي هي دل على استبداد رقم واحد، ودل على عدم احترام الذات الذي تدعيه الجهات الرسمية في العملية السياسية، ودل صارخة على الاستهانة والاستخفاف بالشعب ومطالب الشعب ومرات الشعب، علما أنه هذه الآلية أتت بعملية سياسية وشخوص ثبت فشلهم للجميع. والقيادة القائمة الآن بالعملية السياسية هي التي قالت أننا افسدنا ولم نعد صالحين للعمل. إذن هو استبداد، وهو استهتار حقيقي، وهو استهانة برأي الشعب ومطالبه، وهو عملية فرض الذات على الآخرين. أعتقد ستكون هذه الآلية التي فرضت فرضا ودلت على الاستبداد ستكون أيضا هي سبب إلى زيادة حراك الشارع وزيادة الرفض، وإن شاء الله تكون صب عليهم بالتأكيد كما كانت في المراحل السابقة. نعم أستاذ حارث الأزدي، الحقيقة أيضا التقرير جاء على ذكر واقع التعليم والمنظومة التعليمية، وتحدث عن فقرة قال أن القوى الموجودة الآن تحاول فرض البعد الطائفي في منظومة التعليم الحالية بعد العام 2003. لماذا هذا الإصرار من قوى السلطة على فرض البعد الطائفي، على إغراق المجتمع في الخرافة والجهل وفي خزعبلات تاريخية؟ هناك كأنه إصرار على هذا المنهج. ما الذي هذا الإصرار، ما الذي يحققه لهذه القوى الطائفية؟ هو حقيقة يعني الديمقراطية التي جاءت بها أمريكا، مثلما يعني تحدثنا في بداية اللقاء، أنها يعني ديمقراطية هجينة جمعت ما بين أسوأ أنواع الديمقراطيات، مع الاستبداد السياسي، مع طرح أو ممارسة الثيوقراطية أو الحكم المقدس. هناك أمراء طوائف الآن يعني، أو الأمراء الذين صعدوا عبر البرلمان أو عبر دسة الحكم، طرحوا أنفسهم أنهم حماة المذهب وحماة المكون، سواء من هذا الطرف أو من ذاك. فبالتالي المسيطر على العملية السياسية يحاول فرض أجنده على الجميع، وهذا أيضا من مخالفات الديمقراطية المدنية. وإلا ما معنى الديمقراطية أن تفرض قناعاتك وعقائدك على الآخرين؟ الديمقراطية هي حكم مدني، في توصيفها حكم مدني يتبع على التصويت وحكم الأكثرية، لا أكثر ولا أقل. أما مسألة أن تفرض عقائدك أو قناعاتك على الآخرين من خلال الفن، من خلال التربية والتعليم، من خلال التعليم العالي، من خلال بقية الوزارات، فهذا طبعا مرفوض، لا يمكن القبول به، وهذا يعتبر من أسوأ أنواع الممارسات التي لا يمكن أن يصدق أن مثل هؤلاء الذين جاءوا باعتماد أمريكي واعتماد إيراني أن يفرضوا هذه الأجندة. لا المكونات تقبل ولا أصحاب المذاهب يقبلون بذلك، الكل يحترم الكل، هذا المطلوب. أما فرض هذه الأجندات فهي تتماشى مع
الرؤية الأمريكية لتصفير العراق. تصفير العراق كيف يكون؟ بعملية التشظي وتمزيق المجتمع، تمزيق اللحمة المجتمعية من خلال طرح ما أعتقد أنا على ما لا يعتقد غيري، أفرضه قسرا عليه، سيولد عملية رفض وبالتالي عملية يعني انهزام للعراق وتفتيت بناه المجتمعية. وهذا يعمل الآن يعني زيادة الإصرار عليه تحسبا من اليقظة الشعبية التي من المتوقع أن تطيح بكل هؤلاء بعد 20 عاما أوصلوا البلد إلى مستويات لا يمكن وصفها في أشد البلدان فقرا. نعم، أيضا استكمالا لنفس النقطة، يتحدث التقرير على أنه الجامعات العراقية الآن خارج التصنيفات، تصنيفات جودة التعليم في العراق في العالم، الشهادات التي تصدر من الجامعات العراقية لا رصانة علمية لها. ما هي التبعات أو التداعيات لمثل هذا الواقع المزري للتعليم العالي في العراق؟ لا شهادات رصينة ولا جامعات ضمن تصنيفات جودة التعليم المعمول بها. نعم، الآن صدر التقرير على أن الجامعات العراقية كان يعني نحن الآن هنا في عمان هناك جمعية تسمى جمعية خريجي الجامعات العراقية، الجامعة العراقية والجامعة المستنصرية وما إلى ذلك. كانت لدينا جامعات وكذلك جامعة الموصل، كانت لدينا جامعات يشار لها بالبنان، كانت لدينا كفاءات من أفضل الكفاءات في العالم. الآن انحدرت وانحسرت إلى مستويات رديئة، أصبح حملة الشهادات لا يستطيعون التحدث باختصاصهم أو كتابة 4 أسطر من خلالها. كيف سيخرجون إذا كان القالب مشوه؟ كيف سيكون هذا النتاج؟ المواد العلمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية غير موجودة، كيف سيكون هذا المنتج من خلال الجامعات؟ هي ليست عد سنوات 4 ويتخرج منها الطالب ليكون أستاذا أو يكون باحثا أو يكون محللا أو يكون أديبا وما إلى ذلك، هي عملية مواصلة وعملية درس وعملية متابعة يشرف عليها أساتذة أكفاء. لكن الذي يجري في الجامعات هي عملية يعني تجميع وتحشيد طائفي باتجاه لا تعليم ولا تربية. نعم أستاذ دكتور أيمن، في فقرة التهجير القسري في المحافظات المنكوبة التي جاء على ذكر التقرير أيضا، وتحدث أنه هذا الملف الحقيقة خطير جدا وحساس جدا، السوداني قدم كما قدم أسلافه تعهدات بإنهاء هذا الملف، إغلاق هذا الملف وإرجاع الناس إلى مدنهم التي هجروا يعني منها في بداية طبعا تسنمة وتشكيل الحكومة، وتعويضهم أيضا وملاحقة من هجرهم. لم يحدث شيء من هذا، والآن طبعا الأخبار اليوم تأتي أن فتح مخيمات جديدة في صحراء الأنبار لمهجري جرف الصخر بدلا من إرجاعهم إلى يعني مدينتهم. هل تعتقد أن هذا الملف سيطوى قريبا وينتهي؟ الحقيقة ملف التهجير والنزوح القسري والترحيل لمناطق واسعة من العراق يعني كان لدينا وصل في وقت من الأوقات أكثر من 1,000,000 عائلة عراقية اضطرت لترك ديارها ومدينتها، يعني نتحدث هنا عن نحو 6 ملايين شخص. طبعا هذا العدد الكبير لا يمكن أن يكون يعني من دون استهداف، واستهداف متعمد واستهداف ممنهج واستهداف مخطط له. بالنتيجة التعامل يعني الطائفي مع هذا الملف بالنسبة للحكومات المتعاقبة في العراق هو التعامل السائد، يعني نجد أنه في على مر السنين المخيمات بائسة، المخيمات مهملة، سكان المخيمات مستهدفون متهمون، يجري التعامل معهم بشكل طائفي مقيت واضح جدا، الحرمان من أبسط الحقوق المدنية لكثير قطاعات واسعة من النازحين داخل العراق.
طبعا بالمقابل من نفذ منهم استطاع يعني واستطاع ان يخرج الى الخارج هاجر حتى من البلد، وطبعا ارقام كثيره لدينا بهذا الخصوص. فهنا الملف حقيقه الذي يجري هو ملف محرج للحكومات المتعاقبه، وتريد ان يعني تغلق هذا الملف باي ثمن، يعني بأي طريقة بأي وسيلة طبعا، والإكراه وعدم التخطيط وعدم يعني طبعا لا إنجاز يذكر في العراق، فضلا عن أنه لا توجد لا إعادة إعمار ولا إعادة الناس إلى منازلهم ولا تعويض المتضررين ولا الكثير الكثير من الأمور المتعلقة بهذا الملف. فهذا كله غير موجود وغير حاصل، بالنتيجة لا يمكن أن يكون هذا الملف يعني إلا أن يتم يعني في طي النسيان، أما هو كملف هو قائم حقيقة، والمشكلة مركبة، والظلم الذي يعاني منه النازحون والمهجرون طبعا، وتزداد هذه يعني اليوم لدينا معلوم أنه جرف الصخر لا أحد يستطيع أن يدخل إليها. زيادة على ذلك اكتشفنا أنه في سنجار أيضا منطقة لا يمكن أن تدخل إليها. زين، هذه يعني إلى أين نحن ذاهبون، وما هو الحال بالنتيجة لهذه الملايين يعني حتى من عاد من المخيمات حقيقة هذا يعني لديه نزوح متكرر ومأساة، وجلهم نسبة عالية منهم حقيقة بحاجة إلى مساعدات ومساعدات عاجلة. فهذا هو الحال وهذا هو الواقع بالنسبة لملف المهجرين في العراق. دكتور قحطان، قبل مجيء السوداني كان هناك ضجيجا في الفضاء من قبل الميليشيات، زعماء الميليشيات، فرق الموت الخاصة، قادة الفرق الموت الخاصة عن المقاومة، مقاومة الاحتلال. كان هناك قصف بالصواريخ لمصالح أجنبية، للسفارة الأمريكية، لسفارات أخرى، ضجيج في الفضاء الإعلامي. بمجرد أن تولى السوداني حكومة الميليشيات، حكومة الإطار، هذه الجمرة كأنما ألقيت في البحر. لم يكن هناك لا خطاب في المقاومة ولا صواريخ ولا يعني مهاجمة القوات الأمريكية، وبدلا من هذا المشهد صار هناك مشهد عن استقبالات حميمة ودافئة للسفيرة الأمريكية في بغداد. هناك حديث عن إملاءات للسفيرة على هذه القوى التي تشكل الحكومة، إملاءات، وهناك إذعان كامل ورضوخ كامل. أين المقاومة؟ أين مقاومة الاحتلال والكيان الصهيوني؟ إذا استبعدنا حقيقة أن هذه العملية السياسية والأحزاب السياسية وما يسمى هذه الفصائل المسلحة هي أساسا جاءت بإرادة أمريكية وفعل أمريكي في العراق واستقرت عند الحال الذي هو عليه الآن، ولكن الحقيقة الأخرى بتؤكد أن هذه المجاميع لا تملك إرادة لذاتها ولن تملك ثباتا بما تدعي، لأنها أساسا صنيعة قوى خارجية وبالتحديد إيران، وما تراه إيران من ضروري هذه المجاميع تعكس تلك الإرادة الإيرانية. فعندما حاولت إيران في ظنها أنها تجر أمريكا إلى معركة بينية داخل العراق، تتوقع إيران أنها ستعطي أو ستكبل الإيرانيين بعض الخسائر، قامت هذه المجاميع بهذه التخرصات وهذه الأعمال. ولكن عندما رضخت إيران لاشتراطات معينة أمريكية ظنا من إيران أن أمريكا قد تخفف عنها الضغوطات، استجابت هذه الفصائل لإرادة إيرانية وبدلت نغمتها بالتمام والكمال، والآن تناغم كما تفضلت الإرادة الأمريكية عبر التمني والترجي للفصائل المسلحة أن تلتقي بالسفيرة الأمريكية وكذلك وحال السفراء. إذا نحن لسنا أمام مقاومة بالمرة، لأنها أساسا هذه المجاميع هي جاء بها محتل وجاء بها قوى خارجية، والأعمال التي قامت بها في الماضي القريب تلك التي الاعتداءات او ضرب بعض المنشآت او قطع بعض الطرق على الامريكان هي لاجل استعراض معين استوجبتها ايران وليس هذه الفصائل. هذا يؤكد على ان الفصائل تابعه ذليله تماما، ونحن نقول ناصحين لهذه الفصائل التي هي
لا تعي حقيقة وجودها إلا بالظلم والخلل، أن إيران ممكن أن تضحي بهذه المجامع برمتها إذا ما حصلت على شيء إيجابي من أمريكا. إذن هذه الفصائل نعم هي مجرد أداة لإيران، وهذه التحول في طبيعة التعامل مع إيران هو نتيجة لمساعي إيرانية علها قلنا علها تخفف أمريكا بعض الضغوطات عليها، ولكن أمريكا كما نرى وكما تابع كاستراتيجيين هي مصممة على حالة أبعد من ذلك، واعتقد الفصائل سوف تكون في وضع هي أسوأ مما عليه، قد لا تجد منفذا أو ملجأ لها إذا ما تخلت إيران عن هذه الفصائل الولائية. عليه هذا التأكيد على أن هذه المجاميع لا إرادة لها، لا رؤية لها، لا قرار ناصح لها، لا عراقية لها بالمرة. أستاذ حارث، الحقيقة التقرير تحدث أنه الأمن أو الاستقرار الموجود بالعراق ليس استقرارا حقيقيا، هو استقرار وهمي خادع مضلل لا يمكن البناء عليها والاستناد إليه. وطبعا يوم أمس الخارجية البريطانية حذرت رعاياها من السفر إلى العراق بسبب المخاطر الأمنية العالية. يعني ما هي ملامح هذا الواقع الأمني الخادع أو الوهمي؟ لماذا لا يعني لماذا ليس صحيحا؟ الوضع الأمني الهش هم الآن على طبق ساخن. نعم. حقيقة سواء كان المشاركين في الحكومة أيضا بينهم ما صنع الحداد أو الخارجين عن تشكيل الحكومة، هناك أصبحت فصائل وأصبحت ميليشيات تتضارب أجندتها مع بعضها، كل يريد أن يتصدر وكل يريد أن يستحوذ على ما موجود من خيرات في العراق. فلذلك تجد أن أبسط مثال ما حدث في جنوب بغداد عند هور رجب، يعني الميليشيات مع الحكومة تصادمت ولم تستطع الحكومة أن تصدر بياناً. فهذا يتكرر أستاذ حارث بين الميليشيات وبين القوات، في أيضا في الشعب في الناصرية يعني تقريبا. نعم. أيضا شبه يومي، وبين الميليشيات نفسها. نعم. هناك صراع كبير ومرير قد ينفجر في أي لحظة. الآن الصراع الأمن الموجود في العراق هو أمن هش، وبدليل أن يعني التقارير الدولية تؤكد على هشاشة الأمن في العراق لوجود الميليشيات المسلحة وضعف الحكومة وضعف الأداء الحكومي، وأن هذه الحكومة هي مجرد يعني شركاء متشاكسين فيما بينهم، لا يجمعهم جامع ولا يضبطهم قانون. ولذلك تجد حتى شعارات يعني الإطار التنسيقي كانت أشكر أستاذ حارث وأعتذر منك لأن الوقت ضد فعلا ضد الأمريكان انت. لكنها اليوم معها. شكرا شكرا جزيلا. في ختام حلقة الليلة من طاولة حوار لم يتبقى إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية، والدكتور أيمن العاني مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، والأستاذ حارث الأزدي مسؤول قسم الثقافة في الهيئة، كلاهما كان عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. كما أشكركم مشاهدينا الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.